بعد انتهاء دور المجموعات من بطولة كأس العرب، تعالوا نستعرض سوا أهم الأرقام والإحصائيات في هذه البطولة حتى الآن. لا تنسوني من الفولو واللايك ويلا نشوف الفيديو سوا. بالبداية خلينا نستعرض مباريات الدور الربع النهائي سوا. المباراة الأولى قطر والإمارات، المباراة الثانية تونس وعمان، المباراة الثالثة مصر والأردن، والمباراة الرابعة والتي تعتبر الأقوى من بين هذه المواجهات وهي مباراة المغرب والجزائر. إجمالي الأهداف التي تم تسجيلها في دور المجموعات 61 هدف بمعدل 2.5 هدف في كل مباراة، وإجمالي البطاقات الصفراء التي تم إشهارها 72 بطاقة، وإجمالي البطاقات الحمراء 13 بطاقة. وأقوى منتخب عربي هو المنتخب المغربي، حيث أنه تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ويمتلك أيضا أقوى هجوم بواقع 9 أهداف، وأيضا يمتلك أقوى دفاع حيث أنه لم يستقبل في مرماه أي هدف. المنتخب المغربي والمنتخب القطري هما الوحيدان اللذان استطاعا أن يحققان العلامة الكاملة في دور المجموعات بواقع 9 نقاط، وأسوأ منتخب كان منتخب السودان حيث أنه لم يحقق أي نقطة. وهداف البطولة حتى الآن هو لاعب المنتخب التونسي سيف الدين الجزيري بواقع 3 أهداف. جميع المنتخبات التي غادرت من دور المجموعات ستحصل على مكافأة قدرها 750 ألف دولار، وجميع المنتخبات التي تأهلت للدور الربع النهائي ستحصل على مكافأة قدرها 1,000,000 دولار. بالنهاية أعطوني توقعاتكم لنتائج مباريات الدور الربع النهائي من هذه البطولة. تحياتي لكم.